كل خير، نحييكم من ميدان الوثبة عاصمة ميادين سباقات الهجر العربية الأصيلة. نحييكم في انطلاقة الأسبوع الأول لهذا الموسم والأسبوع الأول الخاص بسن الصغار، وهذا هو ثاني أيام انطلاقات عاصمة الميادين، وهذا اليوم الخاص أيضا بسن اللقاية لمسافة 4 كيلومترات. 25 شوطا توزعت ايضا ما بين الابكار والجعدان المحليات والمهجنات الاصايل. هناك اشواط خاصة ايضا وضعت للانتاج والمنتجين. هذا اليوم المبارك يوم السبت والثالث من شهر سبتمبر لعام 2022 للميلاد، على بركة الله وتوفيقه اعلنت اول انطلاقات الابكار اللقاية المحليات الاصايل هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياس الرياضية، الشريك الاعلامي والناقل الحصري لرياضة سباقات الهجن هنا بعاصمة الميادين. مباشرة نسير الى دلما، احمد بن راشد بن غالب المنصوري يتقدم بشعاره الوثباوي ويقدم انطلاقة دلما على المركز الاول والصدارة الاولى، بينما المركز الثاني الوصول بثاني المراكز وفي تحديات انطلاقات هذا الصباح المميز. هذه اللي خذت المركز الثاني ووصلت عرقل حمد بن عبد الله بن مبخوتة العامري، خذت المركز الثاني، بينما النقلة الى المركز الثالث غزر خليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي، والمركز الرابع هي تحمل الرقم 4 والقادمة ايضا هناك مرمرة سالم بن محمد بن حمد الجمري يتقدم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الرماسة لأحمد بن علي بن محمد المسافرين أخذ المركز السادس. الوصول هناك من سبرين لشاهر بن أحمد بن محمد البطحري القادم من السلطنة، وأيضا من الجنوب لياتي هنا بهذه المشاركة وبمتابعة محمد بن راشد الغيلاني، يتواجد أيضا شاهر بن أحمد بن محمد البطحري يقدم هذه النجومية وهذه المشاركة، بينما هناك ضبية نايف بن محمد بن روية الخيالي يقدم لنا هذا الاسم القوي، وياتي من خلال تواجد الضبية لياتي ايضا احد شبابنا المبدعين، احد شبابنا الممتعين في عالم الاصايل احمد بن محمد بن روية الخيالي يتقدم وقادم من ميدان ارماح بوجه التحديد. النقلة مباشرة الى مصيحة القادمة خذت المركز الثامن سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، والمركز التاسع الوصول هنا من خلال احتفال ايضا وصلت في هذه اللحظات وتقدمت احتفال في هذه الانطلاقة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، وفي هذا التحدي او هذه الرباط سعيد بن حمد بن حميد الدرعي، ولكن الدخول الاخر من خلال تواجدي ايضا بينونة مبارك بن سويد بن قران المنصوري. هذا هو ندانا للعشر المراكز الاولى، العشر المراكز المتقدمة، عودة الى مقدمة الشوط، عودة الى الصدارة الاولى، عودة الى الانفراد الاول، عودة الى تحديات هذا الشوط. هذه غزر خليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي يقدم لنا غزر في المركز الاول في الصدارة الاولى في المقدمة الاولى، بينما المركز الثاني مرمرة سالم بن محمد بن حمد الجمري يتقدم احد الاسماء القادمة من السلطنة ليقدم لنا هذا الاسم. وصلت عرقة، تقدمت عرقة حمد بن عبد الله بن مبخوته العامري يقدم لنا عرقة في المركز الثالث. جاسم بن محمد بن سالم الحبسي يتابعها ايضا ابو محمد في هذه الانطلاقة، ووصل في هذه اللحظات وتقدمت سبرين شاهر بن احمد بن محمد البطحري يتقدم من مركز الاخر، عينه على الصدارة، عينه على المركز الاول،
راعي عرايف، انتظروها في الاشواط القادمة باذن الله تعالى. ياتي ويقدم هذه الانطلاقة، ولكن الظبية وبروية، مع الظبية بدأ يتقدم الى الفايف ستار، وياتي ايضا نايف بن احمد بروية الخيالي يقدم الظبية. وين الموقع؟ وين الموقع؟ الكيلو المثير، كيلو الاختبار، قطعنا 3 كيلو، والمتبقي ايضا كيلو الاخير من خلال 4 كيلومترات هي المسافة المقررة. ولكن غزر على الصدارة، غزر على المركز الاول. خليفة بن عبد الله بن منينة الشامسي يتقدم، الشامسي ياخذ المركز الاول من البداية. قامت راس وبتنهي الشوط راس، هذه غزر عصاتها في بطانها، عصاتها في بطانها، بانت المنصة. وصل تسبرين، وصل شاهر بن احمد بن محمد البطحري ليقدم لنا اسبرين. الجمري يقدم لنا مرمرة، سالم بن محمد بن حمد الجمري. وصلت الظبية. نايف بن احمد بن روية يقدم لنا الظبية، ولكن الله، غزر 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 تدون ايضا اسمها بأحرف من ذهب، هي في الصدارة، هي في المركز الاول. تهانينا خليفة بن عبد الله بن محمد بن منين الشامسي على هذا الاندفاع القوي. سلاماتنا عيناوية بالفعل من خلال تواجدي غزر بالمركز الاول. هذه لحظات الانفراد، لحظات الفوز، لحظات الاداء المتميز هنا مع غزر الرقم 1 والشوط الاول والمركز الاول. مرمرة في المركز الثاني، سالم بن محمد بن حمد الجمري هي من وصلت في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث كانت تسبرين الشاهر بن احمد بن حمد البطحري. المركز الرابع الظبية نايف بن محمد بن روي الخيلي. المركز الخامس وصول ايضا عرقه حمد بن عبد الله بن مبخوت العامري. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي الجميل. عودة الى غزر هي من فازت بالمركز الاول، هي من انطلقت باول اشواط هذا اليوم. 6 دقائق 4 ثواني، 3 اجزاء من الثانية هو توقيتنا المميز، واللقطات الجميلة بقيادة المخرج حسين السيد ايضا ياتي من خلال هذا الانطلاق. المركز الثاني ب6 دقائق 6 ثواني 4 اجزاء من الثانية. مرمرة، سالم بن محمد بن حمد الجمري، تهانينا لابناء السلطنة ولابناء سيح الرمث. بينما المركز الثالث كان الدخول من اسبرين شاهر بن احمد بن ظاهر البطحري ب6 دقائق 8 ثواني، وفاء وتماما وكمالا. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، نحييكم اجمل واطيب تحيه من ميدان الوثب عاصمه الميادين لسباقات الهجن ليوم هجن ابناء القبائل سن اللقايه. ينطلق